السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء لغات برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة هنكمل مواضيعنا الخاصة بالماجنتيك فورس، وهنتكلم عن موضوع جديد جدا قلنا اسمه الماجنتيك تورك أو الماجنتيك كابل، وهنتكلم إزاي الموضوع ده ليه أبليكيشنز كتيرة في حياتنا. ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض أعزائي الطلاب. تعالوا نفتكر ايه موضوع الماجنتيك فورس ونربطه بموضوع الماجنتيك تورك. اخر حاجة وصلنا لها اعزائي الطلاب ان انا لو عندي واير، الواير ده عشان اقول ان هتأثر عليه ماجنتيك فورس وهتحركه قلنا ليه شرطين. اول حاجة ان الواير ده يكون كارينج كارنت، وفي نفس الوقت يكون في اكسترنال ماجنتيك فيلد اكت اون ات، بس بشرط ان الماجنتيك فيلد دي تكون بيربنديكولار اون ذا واير. يبقى ده شرط الماجنتيك تورك، الماجنتيك فورس، معلش، اكت اون ستريت واير. اول حاجه ان الاكسترنال واير يكون كارينج الكتريك كارنت اند فاوند ان ان اكسترنال ماجنتيك فيلد، ساعتها نقدر نقول تاثر عليه فورس. وقلنا بنحدد الفورس دي بفليمنج ليفت هاند رول، ولو طبقنا فليمنج ليفت هاند رول هنلاقي ان الواير ده هتاثر عليه فورس اتحركوا ناحية الليفت سايد، بنحددها بفليمنج ليفت هاند رول. تاني حاجة اتكلمنا عنها اعزائي الطلاب قيمة الفورس دي ازاي اقدر احسبها. قلنا الفورس اعزائي الطلاب قانونها بشكل بسيط جدا بي اي ال ساين سيتا، بي اي ال ساين سيتا. ومن اهم الاشياء اعرف ايه هي السيتا. السيتا دي اعزائي الطلاب دي الانجل اللي ما بين مين وما بين مين. السيتا دي الانجل اللي ما بين الماجنتيك فيلد والكرنت او الواير. يبقى دايما السيتا اللي انا بشتغل عليها هي الانجل اللي ما بين الفيلد والواير ذات نفسه او الكرنت. ومن القانون ده هلاقي ان انا عندي ثلاث احتمالات. ايه هم الثلاث احتمالات اعزائي الطلاب؟ اول احتمال عندي لو كان الماجنتيك فيلد اكت بيربنديكولار اون ذا واير، زي المثال اللي قصادنا ده، الماجنتيك فيلد كان اكت بيربنديكولار اون ذا واير، يعني هنفترض ان الواير بالشكل ده، ادي هو الكرنت اهو، وافترضنا ان الماجنتيك فيلد اكت بيربنديكولار اون ذا واير بالشكل ده، قلنا ساعتها هنقول ان الفورس هاز ذا ماكسيمم فاليو عشان سيتا ب 90 وساين 90 ب 1، يعني هشيل ساين 90 وحط مكانها 1، يبقى بي اي ال بس، ودي اقصى فورس ممكن تتولد. تاني احتمال عندي المينيمم فاليو اوف ذا ماجنتيك فورس، او امتى الماجنتيك فورس فينيشز، لما الماجنتيك فيلد يكون بارلل للواير او بارلل للكرنت. قلنا ازاي؟ يعني لو الواير كده ومشي فيه كرنت بالشكل ده، الماجنتيك فيلد جاي بارلل للواير، ساعتها هنقول ان الفورس هتبقى بزيرو، ودي المينيمم فاليو، اضعف فورس تكون موجودة عندي. يبقى اول احتمال الماكسيمم فورس لما يكون الماجنتيك فيلد اكت نورمالي اون ذا واير. طب امتى الفورس تبقى بزيرو؟ لما يكون الاكسترنال ماجنتيك فيلد بارلل تو ذا واير، ساعتها هنقول ان الواير ما بيتاثرش باي ماجنتيك فورس خالص. تالت احتمال لو كان انكلايند، ساعتها استخدم قانون بي اي ال ساين سيتا. يبقى لو الماجنتيك فيلد انكلايند اون ذا واير باي ان انجل كولد سيتا، ساعتها قلنا الواير هيبقى عامل كده وماشي فيه كرنت اسمه اي، والماجنتيك فيلد جاي بشكل مايل على الواير بحيث ان هو بيصنع سيتا، ساعتها هنطبق قانون بي اي ال ساين سيتا. بس اني سيتا اللي ما بين الفيلد والكرنت، مش السيتا اللي ما بين الواير والنورمال اون ذا واير. ودول الثلاث احتمالات. دايما يقول لي امتى الماجنتيك فورس تبقى ماكسيمم، هقول له وين ذا واير از فاوند بارلل بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد. امتى الماجنتيك فورس فانيشز او تبقى بزيرو، هقول له وين ذا واير از بارلل تو ذا ماجنتيك فيلد. ودول الاحتمالات اللي موجوده عندي. طب امتى تبقى ليها فاليو ما بين الماكسيمم والزيرو؟
لما يكون الماجنتيك فيلد انكلايند اون ذا واير. دول الثلاث احتمالات الخاصين بالماجنتيك فورس. طب يعني ايه ماجنتيك تورك اعزائي الطلاب او الماجنتيك كابل؟ الطلاب اللي بيدرسوا ميكانيكس هيفهموا ايه هي المقصود بالماجنتيك تورك. الماجنتيك تورك معناها بالعربي عزم الدوران، ازاي اخلي كويل يبتدي يدور يعني يعمل روتيشن. ايه الشرط اللي انا محتاجه عشان اقدر اقول ان الجسم ده ممكن يحصل له روتيشن؟ تعالوا نشوف مع بعض، نحط ثلاث احتمالات. لو نفترض ان انا عندي جسم بالشكل ده، ادي الجسم اللي موجود عندي وليكن ده اللي هي الهوريزونتال بارت اوف ا كويل. لو نفترض ان الجسم ده اثرت عليه قوتين F1 و F2، القوتين دول اثروا في نفس الاتجاه، ساعتها هنقول ان الريزلتنت فورس هتساوي السمشن بتاع التو فورسز، وساعتها هنقدر نقول ان الجسم ده هيتحرك في نفس اتجاه الفورسز التانية بالسمشن بتاعهم. ادي اول احتمال ان هو هيتحرك بالسمشن بتاعهم لفوق. تاني احتمال، لو الجسم ده اثرت عليه F1 و F2 بالشكل ده بس في الاوبوزيت دايركشن، ساعتها هنقول ان الريزلتنت فورس هتساوي F1 ماينس F2 في الابسوليوت طبعا عشان انا معرفش مين اللي اكبر. وساعتها لو افترضنا ان F1 اكبر، ساعتها هنقول ان الجسم ده هيتحرك في ستريت لاين في اتجاه F1 لان هي الاكبر. طب نتخيل بقى لو ان F1 و F2 كانوا برضو عكس الاتجاه بس مش في نفس اللاين اوف اكشن، كان ما بينهم هوريزونتال ديستانس، ساعتها الجسم ده هيبتدي تأثر عليه تورك وهيبتدي يدور بالشكل ده. طالما قوتين اثروا عليه، واحد بيزقه لفوق واحد بيشده، فالجسم ده هيبتدي ايه؟ يدور. يبقى ده شرط التورك. يبقى انا لو هتكلم على التورك هقول ايه الشرط اللي انا محتاجها عشان يحصل تورك اكت اون ذا بادي فكوز روتيشن. ايه الشرط اللي انا محتاجه عندي بحيث ان في تورك ياثر على جسم فالتورك ده يسبب روتيشن؟ الشرط اللي انا محتاجه هقول وين تو ايكوال اوبوزيت فورسز. لما يكون في قوتين قد بعض بس عكس بعض with horizontal distance between them، لازم ما يكونوش on the same line of action، ما يكونوش على نفس الخط، لازم يكون ما بينهم horizontal distance. يبقى احنا بنقول هو ده الشرط اللي احنا محتاجينه عشان يأثر تورك على الجسم. يبقى ايه الشرط اللي انت محتاجه عشان coil acted by torque؟ ان two equal opposite forces act on it with a horizontal distance between them. ان يأثر عند قوتين عكس بعض والاتنين بيساووا بعض بس واحدة بتساوي نيجاتيف التانية، يعني المقصود بيهم ان هم عكس الاتجاه، ويكونوا مش on the same line of action، يعني مش زي المثال ده ما يكونوش على نفس الخط، لازم يكون ما بينهم horizontal distance، فساعتها يتولد تورك ويبتدي الجسم يدور. يبقى ايه شرط التورك تاني اعزائي الطلاب؟ تعالوا نكتبه من اول وجديد. يبقى انا لو هتكلم على التورك هقول ايه شرط التورك؟ هنرسمها كده ونقول يعني انا لو عندي جسم كده، قلنا عشان اثر عليه بتورك او الجسم ده يبتدي يدور، قلنا لازم تاثر عليه قوتين، واحده اسمها F1 واحده اسمها F2، الاتنين قد بعض بس بعكس الاشارات لانهم عكس بعض في الاتجاه، ونقول ان ما بينهم horizontal distance. ده شرط التورك. يبقى ايه شرط التورك تاني؟ يبقى هنقول two equal opposite forces، يبقى two equal opposite forces with horizontal distance between them. يبقى يكون عندي two equal opposite forces with horizontal distance between them، وفي مسافة horizontal ما بينهم.
طب لو انا عايز احسب قيمة التورك هحسبها ازاي؟ هنقول بشكل بسيط، لو انا عايز احسب التورك act on this coil هقول التورك بيساوي one of the forces times the horizontal distance between them، هضرب واحدة من القوتين في المسافة ما بينهم. طب ايه الميجرنج يونت بتاعت التورك؟ نيوتن دوت متر، اللي هي فورس تايمز متر. وما ننساش ان النيوتن دي كيلو جرام، متر سكند نيجاتيف 2، هنضربها في ام كمان، هيبقى ده مديني ايه؟ كيلو جرام متر سكوير اوفر سكند سكوير، او لو هحطهم جنب بعض هتبقى كده كيلو جرام متر سكوير سكند باور نيجاتيف 2، معلش لو هنحطهم في لاين واحد. يبقى هي دي الميجرنج يونت بتاعت التورك، نيوتن دوت متر، كيلو جرام متر سكوير سكند سكوير، كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2. وده الرمز بتاع التورك، ده مش تي، ده بيتقال عليه تاو، يعني ده سيمبل بيمثل لي التورك، لو بنقول عليه التورك تاو او فورس تايمز ديسبليسمنت. طب ممتاز جدا، احنا عرفنا شروط الفورس اللي تأثر على واير، قلت لك عشان في قوة تأثر على واير لازم الواير ده يكون كارين كارنت وفاوند ان اكسترنال ماجنتيك فيلد. طب لو انا عايز احسب التورك اللي بتأثر على كويل، تعالوا نشوف ايه شروط التورك اللي تأثر على كويل. تعالوا نتخيلها، نفترض اعزائي الطلاب ان انا عندي كويل ريكتانجلر بالشكل ده اهو، الكويل ده متوصل طبعا باكسترنال سيركت باي مصدر للكهرباء مهما يكن هو ايه، فهنقول ان اول حاجة لازم يكون عشان اولي التورك بحيث ان انا اخلي كويل يدور لازم يكون عندي كويل ريكتانجلر ومتوصل بسورس اوف الكتريستي، يعني يكون ماشي فيه كهرباء. هنسمي السايدز بتاعت الكويل ده، هنقول A B سي دي، لان الريكتانجلر كويل بيتكون من اربع اسلاك A B B سي سي دي دي A. طب فين اتجاه الكرنت اعزائي الطلاب؟ هنفترض ان اتجاه الكرنت طالع من البوزيتيف، فهيفضل ماشي كده، هيبقى هنا كده كده كده، وهيبقى لتحت بيأثر بالشكل ده، يعني ده اتجاه الكرنت في الريكتانجلر كويل. ممتاز جدا، الكويل ده محطوط ما بين طرفين او تو بولز اوف ماجنت، نورث بول وساوث بول. يبقى تاني شرط عندي ان الكويل ده يكون فاوند ان ان اكسترنال ماجنتيك فيلد، فين اتجاه الماجنتيك فلكس لاينز؟ هتبقى طبعا بالشكل ده من النورث رايحه للساوث، فيبقى الجرين لاين ده البي اتجاه الماجنتيك فيلد والكرنت ماشي بالشكل ده. طب يا ترى الريكتانجلر كويل دلوقتي اتحققت شروط الماجنتيك فورس فيه، ان انا عندي اربعة وايرز كل واير ماشي فيه كهرباء ومحطوط في اكسترنال ماجنتيك فيلد، اذا كده انا قدرت احقق شرط الماجنتيك فورس فيه، فمفروض كده كل سلك من دول هتأثر عليه فورس، يبقى الريكتانجلر كويل هتأثر عليه كام فورس؟ اربعة فورسز. ليه؟ فورس بتأثر على واير اي بي، فورس بتأثر على بي سي، فورس بتأثر على سي دي، فورس بتأثر على اي دي، اذا في اربع قوى لان الريكتانجلر كويل بيتكون من اربع اسلاك، فبما ان الريكتانجلر كويل بيتكون من اربع اسلاك يبقى هيأثر عليه فور فورسز، it will be acted by four forces a force on each single wire. طيب تعالوا نمسك واير واير، تعالوا نمسك واير اي دي وبي سي، هنلاقي ان الواير اي دي والواير بي سي الاتنين ما بيتأثروش بفورسز، تعالوا نكتبها تحت شوية ايه، هنقول الفورس اللي بتأثر على الواير اي دي بتساوي الفورس اللي بتأثر على الواير بي سي، الاتنين بيساوي زيرو، يعني مفيش قوة تأثر على السلكين اي دي وبي سي، مفيش قوة تأثر عليهم. طب ليه؟ عايز واحد منكم يفكر اعزائي الطلاب، ليه الفورسز اللي بتأثر على الاي دي والبي سي بتساوي زيرو؟ عشان الماجنتيك فيلد بارلل للكرنت، زي ما انت شايف في الاي دي الكرنت جاي كده والماجنتيك فيلد جاي تانجنت ليه، وبرضه للواير بي سي الكهرباء ماشيه كده والماجنتيك فيلد بارلل ليها، فبالتالي اي دي وبي سي مش هيتاثروا باي ماجنتيك فورس، يبقى فاضل لي سلكين اي بي
وسي دي الاثنين بيربنديكولار للفيلد، يعني زي ما احنا شايفين اي بي مثلا الكرنت ماشي لتحت والماجنتيك فيلد جاي عليه كده، يبقى جاي بيربنديكولار بالشكل ده، والناحيه الثانيه العكس الكرنت لفوق والماجنتيك فيلد برضو نزل عليه ايه بيربنديكولار. فبما ان الكرنت نزل بيربنديكولار على الواير او على الكرنت، يبقى ساعتها نقدر نقول ان الاي بي والبي او السي دي هيتاثروا باثنين ماجنتيك فورسز، والاثنين هيبقوا ماكسيمم بيتحسبوا بي اي ال. طب اتجاههم فين؟ يعني الواير اي بي يا ترى اتجاه الفورس اللي هتاثر عليه فين؟ ساعتها هطبق فليمنج ليفت هاند رول، اف بي اي، اف بي اي. عايزين نطبق الرول دي على الواير اي بي، هظبط البوينتر مع اتجاه الفيلد. احنا قلنا البوينتر ده بيمثل لي البي، والثامب بيمثل لي الاف، والريست اوف ذا فينجر بيمثلوا لي الكرنت. فهنلاحظ ان البي ناحيه اليمين، اهو البي رايحه من النورث للساوث، يبقى هخلي البوينتر ناحيه اليمين والكرنت لتحت، يبقى الريست اوف ذا فينجرز داون، يبقى الفيلد لقدام والريست اوف ذا فينجرز داون او كرنت لتحت، يبقى الفورس هتبقى اوت سايد. يبقى على الاي دي الفورس اللي هتاثر هنا هتبقى اوت سايد، يبقى اكيد السي دي عكسه لان عكست اتجاه الكرنت، هتبقى انتو ذا بيتش. يبقى الفورس اللي بتاثر على الواير اي بي هتبقى اوت سايد ذا بيتش، والفورس اللي بتاثر على الواير سي دي هتبقى انتو ذا بيتش. يعني واحده بتزق لفوق والتانيه بتنزل لتحت، فده يعمل روتيشن. وزي ما احنا قلنا الاثنين فورسز دول مش لازقين في بعض، ده ما بينهم هوريزونتال ديستانس اهم. اذا ده يولد تورك يخلي الكويل يبتدي يدور في الاتجاه ده كده، لان السايد ده بيطلع والسايد التاني بينزل فيبتدي يدور بالشكل ده. فهنيجي نقول لو انا عايز اعزائي الطلاب احسب التورك، بجيب واحده من الفورسز واضربها في الديستانس اللي ما بينهم. واحده من الفورسز، اذا انا ممكن اخد الفورس اللي بتاثر على واير اي بي او سي دي براحتك، هاخد الديستانس اللي ما بينهم، الديستانس اللي ما بينهم اللي هي من اول هنا لغايه هنا، اللي هي نقدر نقول الويدز اوف ذا ريكتانجلر كويل، يعني اللينث اوف ذا واير بي سي، وابتدي اعوض. يلا نفك. يبقى انت عايز تحسب الفورس اللي بتوصل على الواير اي بي، يبقى تقول لي بي اي في اللينث اوف ذا واير اي بي. طب اللينث اوف ذا واير بي سي هننزلها زي ما هي، يبقى انا فكيت الاف اي بي الفورس اللي بتوصل على الواير اي بي ببي اي لينث اوف واير اي بي. لو انا جيت ضربت اللينث اوف ذا واير اي بي في اللينث اوف ذا واير بي سي، كده كاني ضربت اللينث اوف ذا كويل ويز اتس ويدز، ضربت اللينث في الويدز، فده يديني ايه؟ الاريا. اذا بي اي اي. طب نفترض ان الكويل ده كان فيه نمبر اوف تيرنز، ساعتها هقول بيان، احط النمبر اوف تيرنز، يبقى ده الماجنتيك تورك. لو انا عايز احسب الماجنتيك تورك اكت اون ا ريكتانجلر كويل. تعالوا بعد كده نكتب القانون بعد ما عرفنا استنتاجه جه منين، نكتبه كده مع بعض. يبقى انت عزيزي الطالب بتقول لي ان في ماجنتيك تورك، وعرفنا ازاي اقدر احسب قانونه. تعالوا نشوف ايه هي شروط الماجنتيك تورك من المثال اللي احنا لسه شارحينه ورا. قلنا شرط الماجنتيك تورك ان انا يكون عندي ريكتانجلر كويل، الريكتانجلر كويل ده كارين كارنت، يكون ماشي فيه كهربا بالشكل ده، ويكون في اكسترنال ماجنتيك فيلد بيأثر عليه، في فيلد جاي له من بره بالشكل ده بيأثر عليه. يبقى دي بنقول الكونديشنز نيدد فور ماجنتيك تورك، ايه الشروط اللي انت محتاجها عشان يتولد تورك وكويل يبتدي يدور؟ اول حاجه يبقى عندي ريكتانجلر كويل، والريكتانجلر كويل ده يكون كارينج الكتريك كارنت، الريكتانجلر كويل ده يكون فيه اي. تاني حاجه ذا ريكتانجلر كويل is found in an external magnetic field، ان الكويل ده يكون موجود في external magnetic field، يكون موجود في external magnetic field. طب ايه القانون اللي بحسب بيه الماجنتيك تورك؟
القانون اللي بحسب بيه الماجنتيك تورك بيان ساين سيتا. طب احنا عارفين ايه هي بيان ونقدر نحدد الفاكتورز اللي بتأثر على الماجنتيك تورك. What are the factors affect the magnetic torque؟ اول حاجة الماجنتيك فلوكس دينستي. اتنين the current intensity passes in the coil. تلاتة الاريا اوف ذا كويل. اربعة النمبر اوف تيرنز اوف ذا كويل. خمسة ساين انجل، بس هنا بناخد الانجل ما بين مين وما بين مين، ساين ذا انجل بتوين الماجنتيك فيلد والكويل. لا امال مع مين؟ اند نورمال اون ذا كويل. يبقى باخد الزاوية اللي ما بين الماجنتيك فيلد والنورمال ان ذا كويل، مش مع الكويل ذات نفسه. يعني افترض ان انا عندي ده كويل مثلا، عندي كويل بالشكل ده، ادي الكويل، هنقول الماجنتيك فيلد جاي من الشمال لليمين، انا باخد الزاوية اللي ما بين الكويل والنورمال ان ذا كويل. النورمال ان ذا كويل يعني خط جاي بيربنديكولار على الكويل، ده اللي انا بقيسه مع الماجنتيك فيلد، يعني بالشكل ده كده. يعني لما الكويل يكون بارلل يكون النورمال صنع انجل 90 مع الايه؟ مع الاكسترنال ماجنتيك فيلد. انا دايما ما باخدش الزاويه ما بين الكويل والفيلد، لا باخد الزاويه ما بين الكويل والنورمال اون ذا كويل، يعني اللاين بيربنديكولار اون ذا كويل. طيب يبقى احنا عرفنا ان قانون التورك بيساوي بيان ساين سيتا، بس ده عكس الفورس. في الفورس كنت باخد الزاويه اللي ما بين الواير والفيلد، هنا بقى مش هاخد الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، امال هاخد انهي زاويه؟ اللي ما بين النورمال اون ذا كويل والماجنتيك فيلد. يبقى ده اللي انا بتكلم عليها، وتعالوا نحسبها كده مع بعض ونشوف احتمالات التورك. يلا اعزائي الطلاب التورك كيسز، ايه احتمالات التورك دي اعزائي الطلاب؟ ايه احتمالات الماجنتيك تورك؟ احنا عارفين زي ما قلنا نكتب القانون ان التورك بيساوي بيان ساين سيتا. قلنا بس السيتا هنا ما بين الفيلد مش مع الكويل، مع النورمال. خد بالك من حاجه معينه جدا، كلمه نورمال دي قلنا لاين بيربنديكولار اون ذا كويل، ساعات بيقول لي ليها كذا اسم، بدل ما يقول لي نورمال يقول لي دايركشن اوف موشن. او يقول لي ماجنتيك دايبول مومنت. يبقى كل دول يحملوا نفس معنى النورمال. يبقى الانجل اللي باخدها ما بين الفيلد والنورمال اون ذا كويل، او ما بين الفيلد والدايركشن اوف ذا موشن، او ما بين الفيلد والماجنتيك دايبول مومنت، كل دول يحملوا نفس المعنى. لكن ما ينفعش اخد الانجل اللي ما بين الفيلد والكويل اريا او الكويل بلين. ومن هنا هلاقي ان انا عندي ثلاث احتمالات. ايه الاحتمالات اللي موجوده عندي يا عزيزي الطالب؟ اول احتمال يكون التورك ماكسيمم، يكون ماكسيمم فاليو. انت التورك يكون ماكسيمم فاليو هقول له لما يكون النورمال perpendicular to the field، او اقول له لما يكون الكويل بلين parallel للماجنتيك فيلد. ازاي اعزائي الطلاب؟ يعني هقول ادي الكويل، طبعا هنا واخد زي منظر الكويل من الجنب، هو الكويل هكمله بكده اعزائي الطلاب بالشكل ده مثلا اهو. لما يكون عندي الكويل بالشكل ده والنورمال اون ذا كويل لفوق والماجنتيك فيلد جاي بالجنب كده، ساعتها هنقول ان النورمال ميكس انجل 90 وذ ذا ماجنتيك فيلد. يبقى انا هلاقي ان النورمال صانع انجل 90 مع الماجنتيك فيلد، يعني بمعنى اصح الكويل بارلل للماجنتيك فيلد. ساعتها هقول ان السيتا ب 90 وساين ال 90 ب 1. تعالوا نرسم الحاله الماكسيمم والحاله المينيمم تاني. يبقى انا عشان نخلي الصوره اكبر نقول ان في حالتين مهمين، وفي الحاله العاديه اللي هي تورك ساين سيتا،
قلنا امتى يكون التورك، امتى يكون التورك ماكسيمم؟ قلنا التورك بيبقى ماكسيمم في حالتين. لو انا جيت قلت لك ان النورمال بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، او قلت لك ان الكويل بلين بارلل للماجنتيك فيلد، ازاي؟ زي ما احنا رسمناها دلوقتي. طبعا الكويل هيبقى عامل كده اهو، فهنقول النورمال اون ذا كويل لفوق بيربنديكولار اون ذا كويل، والماجنتيك فيلد جاي بالشكل ده. فهنقول ان الماجنتيك فيلد جاي ازاي اعزائي الطلاب؟ الماجنتيك فيلد هنا جاي بشكل بيربنديكولار اون ذا نورمال او بارلل للماجنتيك، بارلل للكويل بلين. يبقى الماجنتيك فيلد بيربنديكولار اون ذا نورمال اند بارلل تو ذا كويل. يبقى امتى التورك يكون اقوى حاجه؟ لما الكويل يكون بارلل للماجنتيك فيلد. امتى التورك يبقى اقوى حاجه؟ لما الكويل بلين يكون بارلل للماجنتيك فيلد. ساعتها بقول ان التورك ده قيمته ماكسيمم، اقوى تورك ممكن يتولد عندي لما الكويل يكون بارلل للماجنتيك ايه فيلد اعزائي الطلاب. طيب ساعتها بقول ايه بقى؟ بقول ان الثيتا ب 90 وساين ال 90 ب 1، فساعتها قانون التورك هيبقى في الحاله دي ماكسيمم تورك اللي هو بيان بس من غير ساين الثيتا، لان ساين الثيتا ب 1 فمش هنكتبها. يبقى امتى التورك يبقى بيان ويبقى ماكسيمم؟ لما الكويل يكون بارلل للفيلد او النورمال اوف ذا كويل بيربنديكولار تو ذا فيلد. وقلنا النورمال اوف ذا كويل ليه ثلاث اسماء، ممكن اقول نورمال اوف ذا كويل، ممكن اقول الماجنتيك دايبول مومنت، او ممكن اقول الدايركشن اوف ذا موشن. طب تاني احتمال، امتى التورك ايكوال زيرو؟ يعني امتى التورك يكون مينيمم فاليو، يبقى اقل قيمه ممكنه؟ هنا بقى هنعكس كلامنا ازاي. هقول وين ذا نورمال از بارلل تو ذا ماجنتيك فيلد، او وين ذا كويل از بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد. ازاي اعزائي الطلاب؟ لما الكويل يبقى بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، يعني الكويل بقى في البوزيشن البيربنديكولار يعني النورمال بالشكل ده، ساعتها هنقول ان الماجنتيك فيلد هتبقى بيربنديكولار اون ذا كويل وبارلل للنورمال بالشكل ده. يعني البي بارلل للان، يعني بشكل اصح بيساوي زيرو. الانجل ما بينهم بتساوي كام؟ زيرو. يبقى الانجل ما بين النورمال والكويل بتساوي زيرو. وساين الزيرو بكام؟ بزيرو. اذا ساعتها اقدر اقول ان التورك بيساوي كام اعزائي الطلاب؟ زيرو. مفيش تورك بيأثر خالص. يبقى ده عكس الواير. احنا قلنا الواير كنا بنقول ان الفورس اللي بتأثر على الواير ماكسيمم لو كان الواير بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، وبتبقى مينيمم لو الواير بارلل للماجنتيك فيلد. اما هنا التورك عكسه، التورك بيبقى ماكسيمم امتى؟ لو الكويل بارلل للماجنتيك فيلد، لان ما باخدش الزاويه اللي ما بين الكويل والبلين او النور او الماجنتيك فيلد، انا باخد الزاويه اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد. ساعتها بقول ان سيتا 90. واحد يقول لي ازاي والكويل بارلل للفيلد؟ اقول له ما انا ما باخدش زاويه ما بينهم، انا باخد الزاويه اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، هي دي الزاويه اللي انا باخدها اللي هي ال 90 بالشكل ده. اما التورك بيبقى بزيرو لو الكويل بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد، لان النورمال بيبقى بارلل للفيلد، فساعتها الثيتا بزيرو، اذا التورك بزيرو لان ساين زيرو بزيرو. يبقى دول التو بوزيشنز اللي موجودين عندي. طب بنتكلم بقى لو كان النورمال صنع انجل مع الفيلد او الكويل انكلايند اون ذا فيلد، يبقى ساعتها هستخدم القانون العادي اللي هو التورك بيان ساين ثيتا. وقلنا الثيتا دي اللي ما بين مين وما بين مين؟ ما بين النورمال والماجنتيك فيلد. فهمنا الحته دي اعزائي الطلاب؟ يبقى هو ده قيم التورك اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى ناكدها تاني، التورك بيبقى ماكسيمم امتى؟ التورك بيبقى ماكسيمم لما الماجنتيك فيلد يكون بارلل للكويل او بيربنديكولار للنورمال، وبيبقى مينيمم لما الماجنتيك فيلد يكون بيربنديكولار تو ذا كويل او بارلل للنورمال، لان قلنا زي ما قلنا بنقيسها بالنسبه للنورمال. طب تعالوا ندرس الحاله الماكسيمم ونتكلم
عن مفهوم اتكلمنا عنه اسمه الماجنتيك دايبول مومنت. ايه الماجنتيك دايبول مومنت؟ تعالوا كده نتكلم على التورك ماكسيمم. قلنا التورك بيبقى ماكسيمم امتى اعزائي الطلاب؟ لما الكويل يكون جاي بارلل للماجنتيك فيلد اعزائي الطلاب. يعني لو نفترض ده الكويل، النورمال اوف ذا كويل بيبقى لفوق كده، وادي الماجنتيك فيلد بالشكل ده جاي بيربنديكولار للنورمال. اهو يبقى الماجنتيك فيلد جاي بارلل للكويل وبيربنديكولار تو ذا نورمال. يبقى الماجنتيك فيلد جاي بارلل للكويل وبيربنديكولار تو ذا نورمال، فساعتها تتولد اقوى قوه ممكنه عندي، ساعتها اقوى ماجنتيك تورك، اقوى كابل ممكن يحصل اللي هو بيان. يبقى ساعتها التورك بيساوي بيان. قلنا النورمال ده ليه اسم تاني، ايه اسم النورمال ده؟ بنقول عليه ذا ماجنتيك دايبول مومنت. واختصار ذا ماجنتيك دايبول مومنت هو ام دي وفيها ار لانها فيكتور كوانتيتي. يبقى عايزين نتكلم على المفهوم اسمه ايه؟ الماجنتيك دايبول مومنت. يبقى هنتكلم على مفهوم اسمه ايه؟ ذا ماجنتيك دايبول مومنت اللي هو اختصاره ايه؟ ام دي وفوقيها ارو. يبقى ده اختصار الماجنتيك دايبول مومنت. ايه هو الماجنتيك دايبول مومنت؟ من الشكل اللي قصادك كده الماجنتيك دايبول مومنت هو النورمال. طب ايه قانونه؟ اعزائي الطلاب الماجنتيك دايبول مومنت نقدر نقول قيمته هو يان، هو الاي في الاي في الان. يعني انا من القانون اللي فوق اللي هي current in the coil area of the coil number of turns of the coil. يعني انا اقدر اشيل التلاتة دول واحط ايه؟ الماجنتيك دايبول مومنت. يعني ممكن اقول ان التورك is the product of the magnetic flux density and the magnetic dipole moment، لان الماجنتيك دايبول مومنت هي قيمته ايان. ومن هنا اقدر اقول ان الماجنتيك دايبول مومنت هو التورك divide act on the coil divided by the density of the magnetic flux act on the rectangular coil. يبقى ده مفهوم الماجنتيك دايبول مومنت. الماجنتيك دايبول مومنت هو باختصار بيرمز للنورمال، لاتجاه النورمال او اتجاه الموشن. لو افترضنا ان الكرنت ماشي في الكويل بالشكل ده، الكهرباء ماشيه في الكويل بالشكل ده والفيلد كده والنورمال اللي فوق، نقدر نقول ان اتجاه الدايبول مومنت ده بحدده باستخدام سكرو رايت هاند رول. ازاي سكرو رايت هاند رول؟ يعني لو الكهرباء في الكويل ماشي عكس عقارب الساعة يبقى هو لفوق، لو ماشي مع عقارب الساعة يبقى هو لتحت. يعني نبص للشكل ده، الكرنت ماشي انتي كلوك وايز يبقى الماجنتيك دايبول مومنت لفوق. هو بص حتى بحرك ايدي مع الكرنت يبقى الماجنتيك دايبول مومنت ايه؟ لفوق. عشان كده رسم النورمال لفوق مش لتحت، ما لو لتحت برضه هيفضل نورمال، بس انا بحدد هو لفوق او لتحت حسب اتجاه الكهرباء. لو الكهرباء انتي كلوك وايز اذا هو لفوق. طب لو انا عايز اعرف الماجنتيك دايبول مومنت، هقول الماجنتيك دايبول مومنت تعريفه بشكل بسيط، هقول it is vector quantity لان ليه الدايركشن. يبقى الماجنتيك دايبول مومنت هو vector quantity. يبقى الماجنتيك دايبول مومنت اقدر اقول it is a vector quantity emanating from north pole of the coil. يعني بيبقى خارج من النورث بول اوف ذا كويل. نورمال تو كويل بلين، دايما بيكون نورمال للكويل بلين. obey screw right hand rule. يبقى دي كأني بشرحه وده القانون بتاعه. لإما أقول إيان لإما تورك divided by the magnetic flux density. ده قانون وده شرحه، تعريفه جاي من شرحه. It is a vector quantity، وعبارة عن vector quantity دايما emanating from the north pole، بتخرج من النورث بول اوف ذا كويل. perpendicular to the coil plane
اوبي سكرو رايت هاند رول، بتخضع لقانون السكرو رايت هاند رول ان انا بحدده فوق او تحت باستخدام السكرو رايت هاند رول. طب في تعريف تاني جاي من القانون بتاعه، هو بيساوي تورك على البيب، هنقول it is magnetic torque act on a rectangular coil. carrying current found normally to magnetic field of 1 Tesla. يبقى انا كأني قرأت القانون، بقول الماجنتيك دايبول مومنت هو التورك اكت on a rectangular coil carrying current found in a magnetic field of 1 تسلا. يبقى هو الماجنتيك تورك اللي بتأثر على واير، الواير ده محطوط في كويل، معلش الكويل ده محطوط في external magnetic field of 1 تسلا، وده تعريف الماجنتيك دايبول مومنت. طب تعالوا كده نلخص القوانين اللي احنا قلناها دلوقتي ونكتبها مع بعض، جاهزين؟ يلا كده مع بعض هنقول ايه. اول حاجة خدنا قانون التورك، يبقى اول حاجة خدناها قانون التورك، وقلنا ان التورك ده باختصار بيان ساين سيتا، وقلنا مهم جدا نعرف السيتا دي ما بين مين ومين، قلنا السيتا دي الانجل اللي ما بين النورمال او الماجنتيك دايبول مومنت والفيل، وقلنا الايان دي ممكن اشيلها واحط الماجنتيك دايبول مومنت. يبقى دي قوانين التورك اللي احنا اتكلمنا عنها. قانون الماجنتيك دايبول مومنت، او الام دي يعني التورك قلنا التاو، الماجنتيك دايبول مومنت اللي هو ام دي، وفي ارو لانه فيكتور كوانتيتي. قلنا الماجنتيك دايبول مومنت هو حاجتين، لإما أقول إيان لإما أقول تورك أوفر بي. يبقى الماجنتيك دايبول مومنت هو الإيان أو التورك أوفر بي. طب حلو جدا، جينا لنقطة مهمة تانية خالص، إيه هي اليونت اللي بتقيس كل واحد منهم؟ إيه هي الميجرينج يونت؟ إيه اليونت اللي بتقيس التورك وإيه اليونت اللي بتقيس الماجنتيك دايبول مومنت؟ التورك بيساوي بيان ساين سيتا او فورس اوف ديستانس، اذا نقدر نقول ان هو بيتقاس اول حاجه بنيوتن دوت متر، ده بالنسبه للتورك، او كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2، ادي تاني حاجه، او بي اي اي ان، البي اللي هي تسلا في امبير في متر سكوير، والتسلا يعني ويبر على ويبر على ايه؟ متر سكوير، احنا هنا قلنا تسلا في امبير في متر سكوير، يعني ممكن اقول ويبر في الامبير. يبقى كل دي يونت بتقيس مين؟ التورك. طب يا ترى ايه اليونت اللي بتقيس الماجنتيك دايبول مومنت؟ اي في ايه في ان، يعني امبير في متر سكوير، وافكها باي قيمه، يعني فولت على اوم في متر سكوير، اقدر افك بقى الامبير لحاجات كتير. او تورك على البي، يعني ممكن اقول ايه؟ نيوتن في المتر على التسلا، ما هو التورك لوحده نيوتن في المتر على التسلا، او نيوتن متر باور 3 على الويبر. سهله جدا، يبقى ليه قيم كتير ممكن احل بيها بالاشكال اللي موجوده قصادنا دي كلها، يبقى انا عندي احتمالات كتير جدا اقدر اجيبه بيها، وممكن افك النيوتن لاشكال تانية. يبقى دي يونت كتير بتقيس الماجنتيك دايبول مومنت، ودي يونت كتير بتقيس التورك. خلي بالك من حاجة، ايه هي يا عزيز الطالب؟ ان دايما لما بيحب يجيب لي سؤال find the equivalent unit دايما بيجيب لي الماجنتيك دايبول مومنت او الماجنتيك بيرميابيليتي، لان الاتنين دول
دايما بيبقوا كتير ما بيهتمش بيهم، مش ظاهرين قصادي. فدايما لما تلاقي سؤال في الايكويفالنت يونت غريب، حاول تفكر في اليونت بتاعت البرميابيلتي ويونت الماجنتيك دايبول مومنت، لان دايما بيضرب فيهم، لان كتير من اعزائي الطلاب بيهملهم فما بياخدش باله من اهميتهم، فبيلجأ ان هو يجيب فيهم اسئله كتيره. وده كده قانون التورك، وده قانون الماجنتيك دايبول مومنت، ودي الميجرنج يونتس الخاصه بكل واحد فيهم. طيب تعالوا نتكلم بقى عن مساله في التورك كده، تعالوا نحل مع بعض مساله في التورك. هنقول اف ريكتانجلر كويل، لو انا عندي ريكتانجلر كويل اوف دايمنشنز، الريكتانجلر كويل ده ليه دايمنشنز معينه. ايه هي الدايمنشنز المعينه دي؟ ريكتانجلر كويل اوف دايمنشنز 6 اند 4 سنتيمترز. كلمه دايمنشنز معناها اللينث والويدز الخاصه بالريكتانجلر كويل. كارينج كارنت اوف 4 امبير فاوند اون ماجنتيك فيلد اوف 2 تسلا ميد اوف 4 تيرنز then find الماجنتيك تورك امتى؟ ايه when the coil makes angle 60 with magnetic field b coil parallel to magnetic field C coil found perpendicular to field. هنحلها ازاي اعزائي الطلاب؟ يبقى تعالوا نقرأ المسألة تاني مع بعض نشوف ايه اللي معانا هنا. بيقول لي if a rectangular coil of dimensions 6 and 4 centimeter this rectangular coil is a carrying current of 4 amperes. تعالوا نكتب كده مع بعض على جنب الجيفنز والقانون. احنا عارفين طبعا ان التورك بيساوي بيان ساين سيتا، ده القانون اللي احنا هنستخدمه. بس قلنا اني سيتا؟ قلنا السيتا هنا هي الانجل اللي ما بين النورمال اون ذا كويل والفيلد، ما ننساش الحته دي. طب ايه الجيفنز اللي معايا هنا؟ معايا اربعة جيفنز، واحد اتنين تلاتة اربعة. ايه هما الاربعة جيفنز دول؟ معايا الدايمنشنز اوف ذا كويل اللي هي اللينس والويدز، ده ب 6 وده ب 4 سنتيمتر. يبقى انا معايا الدايمنشنز اللينس ب 6 سنتيمتر والويدز ب 4 سنتيمتر، فساعتها اقول ان اللينس ايكوال 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 والويدز ايكوال 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، مش هتفرق. بعد كده اروح اجيب الاريا، هقول لينس اوف ويدز لينس دوت ويدز، اذا الاريا هتساوي كام اعزائي الطلاب؟ يبقى هقول 4 تايمز 6 وكل واحده فيهم تايمز 10 باور نيجاتيف ايه 2 اعزائي الطلاب. هنلاقي ان الاريا 0.0024 متر سكوير بالشكل ده. كده يبقى انا جبت الاريا 0.0024 متر سكوير، اللي هي ممكن نقول هتبقى ايه ساينتفكلي لو هنكتبها بشكل ساينتفك 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر سكوير. يبقى احنا كده كتبناها، وانا معايا ادي الاريا جبتها، معايا الاي، معايا البي، معايا النمبر اوف تيرنس. ابتدي اعوض if the coil makes angle 60 with the field. تعالوا نحسب التورك كده اعزائي الطلاب. اول حاجه التورك هو بيان ساين سيتا، يعني اول حاجه هضرب البي، البي اللي هي بكام؟ ب 2، يبقى انا هقول 2. الاي ب 4،
ال ايه انت لسه قايل لي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، يبقى تقول لي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب حلو جدا، بعد كده هتضرب لي في الان عدد اللفات 4. طب حلو جدا، تايمز ساين، ساين كام بقى اعزائي الطلاب؟ هيبقى ساين 30. الله، ليه ساين 30؟ يبقى انت ضربت لي البي في الاي ودي الاريا، وضربت لي في الان وقلت لي ساين 30، ليه ما قلتليش ساين 60؟ بشكل بسيط جدا، لانك يا مستر قلت لي ان الزاويه اللي باخدها هي الزاويه اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، مش الزاويه اللي ما بين الكويل والماجنتيك فيلد. اذا انا مش هاخد ال 60، هاخد الكومبلمنتري بتاعتها اللي هي كام؟ ال 30، لان هنا بيقول لي ان ال 60 دي الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، انا ما باخدهاش، انا باخد الزاويه اللي ما بين النورمال والفيلد، يعني عكس حوار الواير. ده هيديني 3.84 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 قلنا نيوتن دوت متر. يبقى انت كده حسبت لي التورك في الحاله الاولى. طب في الحاله الثانيه بقى هنقول برضو نفس الكلام، هنقول ايه بقى اعزائي الطلاب؟ هنقول التورك برضو بيساوي بيان ساين سيتا الكويل بارلل تو ذا فيلد، يبقى هقول 2 تايمز 4 الاريا 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 4 تايمز ساين كام؟ تايمز ساين 90. ايه ده، هو مش قايل لي الكويل بارلل فيلد؟ ما انا قلت لك انا ما باخدش الزاويه اللي مع الكويل، انا باخد الزاويه اللي ما بين الكويل والماجنتيك النورمال والماجنتيك فيلد، مش ما بين الكويل والفيلد. اذا لو الكويل بارلل يبقى انا هاخد الثيتا اللي هي ب 90، ونعوض هنا هتطلع كام؟ 7.68 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 نيوتن دوت متر. اخر واحده، if the coil is perpendicular to the magnetic field، لو coil perpendicular to the magnetic field هعوض برضه، هقول 2 تايمز 4 تايمز الاريا اللي هي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 4 تايمز ساين 0، لان هنا الكويل بيربنديكولار للفيلد، وانا قلت ما باخدش الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، يعني الزاويه لو ما بين الكويل والفيلد 90 يبقى انا هاخد الثيتا بزيرو، يعني هنقول زيرو. وحتى احنا قلنا ان التورك بيبقى مينيمم وبيبقى بزيرو لو الكويل بيربنديكولار، وبيبقى ماكسيمم لو الكويل بيبقى باراليل. اعزائي الطلاب، وكده فهمنا ازاي احل مثال على كويل بيان ساين ثيتا. بس اهم حاجه الثيتا هنا اللي ما بين الكويل نورمال اند ذا ماجنتيك فيلد، مش ما بين الكويل ذات نفسه، لا اللي ما بين النورمال اون ذا كويل والماجنتيك فيلد. يبقى ناخد بالنا، يبقى انا اني ثيتا اللي باخدها اللي ما بين الماجنتيك فيلد والنورمال، او بدل النورمال قلنا ليه كلمات تانية، ما بين الماجنتيك فيلد والنورمال ادي واحد، ما بين الماجنتيك فيلد والدايركشن اوف ذا موشن اتنين، ما بين الماجنتيك فيلد والماجنتيك دايبول مومنت تلاتة، لان التلات كلمات دول يعني ايه؟ يعني نورمال. يبقى هي دي الثيتا اللي انا عايز اشتغل عليها، اللي هي ما بين قلنا الفيلد والنورمال او ماجنتيك دايبول مومنت او الدايركشن اوف موشن. يبقى احنا اعزائي الطلاب في الحصه اللي فاتت اتعلمت ازاي في ماجنتيك فورس بتتكون، وقلنا ان الماجنتيك فورس دي بتتكون في حاله واحده بس، هي الحاله الواحده دي. الماجنتيك فورس دي بتتكون في حالة ان انا عندي ستريت واير يكون فاوند ان ان اكسترنال ماجنتيك فيلد، وقلنا ساعتها ان الفورس عشان تتكون لازم الواير يكون كارينج كارنت اند فاوند ان اكسترنال ماجنتيك فيلد، ساعتها قدرت احرك واير باستخدام الماجنتيك فورس. النهارده بقى اتعلمنا ازاي اخلي كويل يعمل روتيشن باستخدام الماجنتيك فورس او الماجنتيك فيلد. ان انا لازم ستيب 1 يكون الكويل ده كارينج كارنت، والكره ويكون موجود في اكسترنال ماجنتيك فيلد، وبالذات لو كان بارلل يفضل، لان التورك ساعتها يبقى ماكسيمم. فساعتها انا عندي كويل، كويل ده كارين كارنت اند فاوند ان اكسترنال ماجنتيك فيلد، يبقى انا لو عندي كويل مشيت فيه كهرباء وحطيته في اكسترنال ماجنتيك فيلد هتتولد فيه ماجنتيك فورس، فلو اتولدت فيه ماجنتيك فورس هيبتدي يعمل روتيشن. ايه ده، يعني انا باستخدام
كويل وكهربا وماجنتيك فيلد اقدر اولد تورك واخلي حاجه تدور. ايوه، ودي ابلكيشنز للماجنتيك تورك، ان انا اصنع حاجتين، اصنع الالكتريك موتور والانالوج الفانوميتر وبالمشتقات بتاعته اميتر فولتميتر والاوميتر. يبقى انا في الدرس النهارده اتعلمنا حاجه مهمه جدا ليها ابلكيشنز كتير جدا، ان ازاي ان انا اخلي كويل يدور، ولو خليت كويل يدور يبقى انا قدرت اصنع موتور الكتريك موتور، قدرت اصنع موتور كهربي اللي هو بيحول طبعا الكتريك انرجي بيقدر يحولها لميكانيكال انرجي. يبقى في ابلكيشنز كتير للتورك، يعني انا قلت لك رايت وان ابلكيشن للتورك ماجنتيك تورك، عايز ابلكيشن للماجنتيك تورك. ايه الابلكيشن للماجنتيك تورك؟ الابلكيشن بتاعت الماجنتيك تورك هم حاجتين، ايه هم الحاجتين دول؟ اول حاجه ايه؟ الالكتريك موتور. يبقى اول حاجه هنقول بلاش نقول ماجنتيك، نقول الكتريك موتور، الموتور الكهربي، ادي اول ابلكيشن. طب تاني ابلكيشن هنا اعزائي الطلاب هنقول الموفينج كويل جيل فانومتر. يبقى الموفينج كويل جيل فانومتر والالكتريك موتور الاثنين دول ابلكيشن للماجنتيك تورك. هنا طبعا الموفينج كويل كلفانومتر بالمشتقات بتاعته، اللي هي ايه المشتقات بتاعته؟ اللي هي الاميتر والفولت ميتر والاوم ميتر. هنا دبل ام ميتر، سهله جدا. يبقى احنا بنتكلم ان الموتور والموفينج كويل جلفانومتر بمشتقاتهم كلهم يعتبروا ابلكيشن للماجنتيك تورك. وناخد بالنا من الحته دي، ناخد بالنا من سؤال جديد بنتعلمه النهارده، سؤال وات از ذا ساينتفك ايديا اند وات از ذا ابلكيشن. السؤال دول بنقول الريفيرزت اوف ايتش اذر، يعني هم عكس بعض. يعني ايه هم عكس بعض؟ يعني لو انا هتكلم على الكتريك موتور مثلا هنقول الالكتريك موتور او الجلفانو ميتر، وهنقول هنا الماجنتيك تورك. لو انا جيت قلت لك قول لي ابلكيشن للماجنتيك تورك هتقول لي هو الالكتريك موتور، ولو جيت قلت لك قول لي ايه هي الساينتفك ايديا للالكتريك موتور او الجلفانوميتر تقول لي الماجنتيك تورك او ساينتفك برينسيبل. يبقى ده سؤال وايه وعكسه اعزائي الطلاب. لو انا قلت لك عايز ابلكيشن للماجنتيك تورك تقول لي الكتريك موتور اند موفينج كويل جلفانوميتر. طب لو قلت لك ايه هي الايديا بتاعت الالكتريك موتور والجلفانوميتر تقول لي الماجنتيك تورك. أعزائي الطلاب هنطلع فاصل ونرجع مع بعض مرة تانية ونكمل كلامنا عن الابليكيشنز اوف ماجنتيك تورك.